عودة لنضال نيمار. هذه العودة التي طالما انتظرها جماهير نادي برشلونة الإسبانية على مدار السنوات الماضية ومنذ رحيله المفاجئ إلى نادي باريس سان جيرمان، لكن يبدو أن هذه العودة وبعد كل تلك السنوات باتت أقرب من أي وقت مضى. لكن كعادته نيمار سيضع برشلونة في ورطة كبيرة من أجل تحقيق تلك العودة التاريخية، فما القصة؟ بعد فترة من التألق وكسب قلوب الجميع، استيقظ جمهور برشلونة الإسباني فجأة على خبر رحيل البرازيلي نيمار عن صفوف النادي نحو باريس سان جيرمان الفرنسي. هذا الرحيل المفاجئ كان لغزاً للجميع، فلقد توج لتوه بدور أبطال أوروبا وحقق إنجازات لا حصر لها في وقت قصير للغاية، كما أنه يلعب إلى جوار ميسي وسواريز ويشكل الثلاثي فريقاً خارقاً. الحقيقة أن وجوده إلى جوار ميسي كان سبباً أساسياً في قرار الرحيل إلى سان جيرمان، وتحديداً كان لميسي هدف واحد في شباك أحد الفرق المنافسة، وهو كلمة السر في هذه الخطوة. أحد المقربين من نيمار كشف الأمر مؤخراً عندما أكد أن هدف ميسي في شباك باريس سان جيرمان في الريمونتادا التاريخية من ركلة جزاء تصدر الصحف في اليوم التالي، رغم أن نيمار كان صاحب الفضل الأكبر والأثر الواضح في هذه المباراة. نيمار أدرك أن أنه لن يخرج من ظل ميسي طالما يلعب في برشلونة، ولن يكون النجم الأول أبداً في الفريق، لهذا قرر الرحيل. لكنه لطالما ندم على هذا القرار وأراد العودة من جديد إلى برشلونة. كاد هذا الأمر يتحقق في أكثر من مناسبة، لكن البرازيلي كان يتراجع في اللحظات الأخيرة حتى تعقدت الأمور تماماً بدخول برشلونة في سلسلة من الأزمات الكارثية. الوضع المالي لبرشلونة مؤخراً أجبره على التخلي عن عدد كبير من نجومه، ما يعني أنه من الصعب أن يضم نيمار. لكن الخلاف الأخير بين البرازيلي وإدارة سان جيرمان دفعته للسعي للعودة من جديد إلى برشلونة. إدارة نادي برشلونة قامت بتفعيل عدة رافعات اقتصادية خلال السنوات الأخيرة لمواجهة الأزمة المالية الضخمة والديون الكبيرة على الفريق الكتالوني. هذه الرافعات بالفعل خفت من حدة أزمة النادي، لكنها ما زالت قائمة. ورغم هذا أعلنت إدارة النادي الكتالوني تفعيل رافعة اقتصادية جديدة خلال الساعات الماضية. الرافعة الجديدة تتمثل في بيع 29.5% من قيمة استوديوهات النادي التلفزيونية مقابل 120 مليون يورو بعد إيقاف عمل تلفزيون الفريق منذ فترة. التقارير أكدت أن هذه الخطوة جاءت في ظل الوصول لمرحلة متقدمة في المفاوضات بين نادي برشلونة والبرازيلي نيمار لضمه في الصيف الحالي، وذلك لتعويض رحيل الفرنسي عثمان ديمبلي إلى سان جيرمان. نيمار وافق على الحصول على راتب سنوي قدره 12 مليون يورو بعدما رفض عروضاً ضخمة للغاية من جانب الأندية السعودية، بينما يسعى لفسخ التعاقد مع سان جيرمان لتخفيف التكلفة على برشلونة، مستغلاً رغبة النادي الفرنسي في التخلص منها. الرافعات الاقتصادية تضع نادي برشلونة في ورطة كبيرة، إذ أنه يواصل بيع أجزاء كبيرة من أصوله الواحدة والآخر، ما سيجعل النادي في النهاية غير متحكم في جزء كبير من ممتلكاته أصلاً.